السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول ايه الوسيلة ان حد يكون شاطر ويكون وعنده معرفة سطحية ببرنامج ريفيت عايز يدخل في مجال البيم متعمق؟ طيب مبدئيا انا هسيب لك رابط لبعض المحاضرات جاست تو بيم، محاضرات تقدر تسمعها وانت في العربية، تقدر تسمعها وانت بتعمل اي حاجة، وهتخلي عندك معلومات حلوة جدا في موضوع البيم دوت. ليه صديق يعني ذكر لي ان هو حضر ميتنج في البيم ولا نفسه بيتكلم وهو بيقود الليله مجرد ان هو كان بيسمعها اثناء ما هو سايق العربيه، فان شاء الله تكون مفيده. تاني حاجه ان انت تشتغل مع فريق، دور على الفريق يكون شاطر واشتغل معاه وابداوا طوروا من نفسك، ودي احسن حاجه ممكن تطور بيها نفسك. الشغل والعمل هو ده اللي يخليك تاخد خبره ممتازه.